صباح الخير جميعا، اليوم 19 من شهر الرابع ابريل، ومعكم رياض. ان شاء الله اليوم راح نقدم لكم الملخص اليومي للعملات الرئيسية الاربعة المقدمة من شركة وينزر بروكرز. كالعادة بداية خلونا نطلع على جدول البيانات الاقتصادية. طبعا اليوم عندنا بعض البيانات الاقتصادية، ليست كثيرة ولكن بعضها مهم. في عنا طبعا على الساعة 3:30 بتوقيت قبرص، يعني 12:30 بتوقيت جرينتش، على الاقتصاد الأمريكي أخبار البطالة الأسبوعية الأمريكية. قراءة سابقة 380,000 وظيفة، متوقع أنه تكون مطالبات العاطلين عن العمل 370,000، بأقل ب 10,000 وظيفة، فتوقع أن الخبر يكون جيد قليلا. عندنا consumer confidence أو ثقة المستهلك على الساعة 5 بتوقيت أوروبا، الخبر غير مهم طبعا. القراءة السابقة المتوقع ناقص 19%، السبب أن الخبر هذا غير واضح أنه يصدر، هذا يختلف عن ثقة المستهلك اللي بالعادة اللي بنعرفها الأوروبية، لما يصدر عن 2300 مستهلك في أوروبا ويكون أرقامه غير دقيقة بشكل عام. على الساعة 5 أيضا بتوقيت قبرص، يعني على الساعة 2 بتوقيت جرينتش، في عنا على الاقتصاد الأمريكي existing home sales أو مبيعات المنازل الحالية. المبيعات كانت في الفترة السابقة 4,590,000 ومتوقع 4,620,000، أقل من التوقع أو أعلى من التوقعات بشيء بسيط، تقريبا 30,000 منزل. مؤشر فيلادلفيا التصنيعي أيضا سيصدر على الساعة 5. القراءة السابقة كانت 12.5 والمتوقع 12.1 نقطة. خبر طبعا مهم، نتوقع أنه يعمل حركة بالأسواق، وغير هذا يعني لا يوجد هناك أخبار أخرى ممكن تعمل تأثير أو حركات على الأسواق. بشكل عام إذا نظرنا على الأخبار الموجودة بالأسواق، هناك العديد من الأخبار، أهمها أنه صندوق النقد الدولي سيقوم بإعطاء أو اوريدي حصل على تمويل ما يعادل 316 مليار. سمعنا أنه مبارح كان حصل تقريبا على 77 مليار من بعض الدول مثل اليابان، وتوقع دولتين أوروبيتين السويد والدنمارك، فبالتالي حصل على الدعم. يتوقع أيضا إكمال الدعم ليصل إلى 400 مليار. طبعا الدعم على ما يبدو أو مثل ما متوقع أنه يكون له علاقة بالمشاكل الإسبانية. طبعا بالنسبة للمشاكل الإسبانية، بنلاحظ أنه هناك مزاد على السندات الإسبانية اليوم، المزاد طبعا على سندات ذات تاريخ استحقاق 10 سنوات، فبنشوف طبعا اليوم ماذا سيكون الطلب على هي السندات، هل سيكون الطلب عالي أم سيكون منخفض، ما متوسط الفوائد المتوقعة. فطبعا كل هاي الأخبار بالتأكيد ستؤثر على الأسواق وبالتأكيد ستؤثر على اليورو. طبعا هناك أخبار أخرى، لاحظنا طبعا البارحة انخفاض بأسعار النفط. طبعا مثل ما بتعرفوا البارحة كان هناك أخبار مخزون النفط الأمريكي، بالتالي أخبار مخزون النفط طبعا كانت جيدة بشكل عام، فبالتالي لاحظنا انخفاض بسيط والنفط ثم عاد ارتفاع الأعلى. طبعا توقعات أنه يبقى يتراوح بين 105 والمية حتى يكسر واحدة من النقاط المهمة التنتين ويكمل اتجاهه. بالنسبة للأسواق الأسيوية البارحة أيضا هي مرتبطة بوضع الإسباني، بالتأكيد وضع الإسباني والأوروبي يؤدي إلى تغير في النمو، والتغير في النمو بشكل عام يؤدي إلى تغير في خلينا نقول القدرة التصنيعية أو الحركة التجارية في اليابان ومعظم الدول الأسيوية التي هي من الأسواق المهمة تكون إلها اليابان، فبالتالي سيكون هناك تأثير. عم نحاول نطلع على أخبار إسبانيا. طبعا بالنسبة للسندات، بنلاحظ أنه الفائدة على سندات العشر سنوات تقريبا 6%، وطبعا بنشوف إذا رح ترتفع فوق هاي النقطة ولا لا. ف
فمن المتوقع انه يحاولوا جني مبالغ ما يعادل 2.5 مليار دولار، طبعا ليست كمية كبيرة، فخلونا نشوف ماذا سيحصل اليوم بالنسبة للسندات. بالنسبة أيضا لأخبار النفط، غير خبر النفط الإيراني البارحة، كان هناك أخبار عن أن اليابان ودول شرق آسيا أو دول آسيوية بشكل عام اللي هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نلاحظ أنه معظم هاي الدول عم بتحاول تخفف استيرادها من النفط الإيراني، ليس فقط بسبب خلينا نقول العقوبات على إيران، إنما العقوبات تؤدي أيضا إلى صعوبة تنقل الأموال وصعوبة التأمين وصعوبة شحن النفط، فبالتالي اليابان تقريبا خفضت مشترياتها من النفط الإيراني تقريبا ما يعادل 80% أو 78%، فنسبة عالية بالتأكيد ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة الطلب. بشكل عام هي الأخبار اللي كانت موجودة، يعني هناك بعض الأخبار عن ميركل وساركوزي، كان هناك اجتماع يعني كانوا يتكلموا عن الوضع الأوروبي والدعم، وطبعا بيحاولوا عمل ضريبة على بيع وشراء الأسهم والسندات بشكل عام، طبعا هذا القانون كمان ممكن أنه يتبع أيضا قبرص، فمن المواضيع المهمة التي مفروض كمان نتابعها في السنة الماضية. فكرة جني الأموال من الضرائب سببها طبعا مثل ما أنتم عارفين الوضع الاقتصادي ومشكلة الديون الأوروبية بشكل عام، فبيحاولوا يلاقوا أي طرق حتى يقوموا بدعم اقتصادهم. طبعا هي الأخبار الموجودة كلها، لا يوجد أخبار جديدة بشكل عام. إذا بنطلع على العناوين الرئيسية اليوم نلاقي أنه كلها بتتكلم عن الوضع الإسباني، كلها صندوق النقد الدولي، المبلغ الذي جمعه، كله طبعا بخصوص إسبانيا، فاليوم مهم متابعة المزاد السندات الإسبانية سيصدر اليوم طبعا، ونتوقع أنه ينتهي اليوم تقريبا مساء ونشوف هل يا ترى سيجني المبلغ كاملا. من المتوقع جني مبلغ كامل لأنه مبلغ بسيط، ولكن المشكلة الأكبر اللي هي ما الفائدة المطروحة على هاي السندات، يعني في حال ارتفعت فوق 6% نتوقع انخفاض كبير باليورو لأنه تكلفة هاي السندات ستكون عالية. على كل خلونا نشوف التحليل وننظر إلى العملات وننظر إلى التشارت نشوف كيف تحرك اليوم وماذا نتوقع. بشكل عام مثل ما أنتم ملاحظين اليورو طبعا يتراوح من البارحة بعد ما صعد إلى مناطق 31-35 تقريبا و32، كان يتراوح بين 131 و131-35 بمجال ضيق جدا، فلم يستطع كسر أي من هاي النقاط، ففي حال كسر أي منها نتوقع أنه يعطي اتجاه للأسواق. بس مثل ما أنتم ملاحظين قبل قليل قام الزوج اليورو مقابل الدولار بكسر نقاط 131 35 تقريبا، أعلى سعر كان 131.45 أو 46، ولكن ما زال يعني نريد أنه الشمعة هاي التي أغلقت في العالي طبعا كانت شمعة قبل ربع ساعة، وأول ما صعد إلى الأعلى حصل الإغلاق، فيفضل انتظار شمعة ثانية وصعود آخر إلى الأعلى حتى يعطينا مؤشر أنه السوق ممكن أنه يصعد إلى الأعلى. طبعا في حال صعد إلى الأعلى نتوقع أنه ممكن انه يقوم بعمل صعود شبيه بالصعود الذي حصل البارحة، فاذا ابتدأ الصعود من هاي المناطق اللي ادنى اسعار اللي هي 131.05 نتوقع صعوده ليصل الى مناطق 131.85 تقريبا، وطبعا مثل ما انتم عارفين مناطق 131 تمانينات الى 132 بشكل عام اللي هي اعلى اسعار في بداية الشهر التي منها انخفض الى الاسفل، ف تعتبر نقاط مهمة وجيدة لمراقبتها أو حتى لتكون أهداف للخروج في حال كان عندنا مراكز شراء. من الأسفل طبعا في حال ثبت تحت مناطق 31 التي حاول كسرها في فترة البارحة نتوقع انخفاض للأسفل. بشكل عام كنا البارح نتكلم عن منطقة 130 80 تقريبا،
انخفض تحتها بشكل بسيط إلى 55 أو 57 ومن ثم صعد. كانت هي نقطة ال 50% على مؤشر فيبوناتشي إذا رسمناها بهذا الشكل مثل ما أنتم شايفين. ولكن بنلاحظ أنه بعد ما كسر ال 50% انخفض إلى ال 61% وعاود ارتفع، فبالتالي كانت منطقة جيدة للشراء ولكن كانت مفاجئة. فطبعا في حال كان هناك أي مستثمرين عنده مراكز شراء، ممكن أوامر الإيقاف تكون تحت مناطق 131 وانتظار الأهداف عند 131-80. بالنسبة للاسترليني مقابل الدولار، هو تقريبا لاحظنا كان هناك أخبار جيدة البارحة على الاسترليني، اجتماع السياسة النقدية كانت تصريحاته على ما هي عليه، لم يتوقع تغيير بشكل عام. البطالة طبعا كانت أقل من التوقعات، والشهر الماضي أيضا حصلوا عليه حركة تصحيحية أو ريفيجن بسموها، تعديل على الشهر الماضي، وأيضا خفضوا البطالة. فكانت الأخبار بشكل عام جيدة على الاقتصاد البريطاني، فلاحظنا ارتفاع كبير البارحة على الاسترليني وأيضا إكمال ارتفاعه إلى اليوم بهذا الشكل. على تشارت الأربع ساعات بتلاحظوا أنه استرليني القناة السعودية قوية وصعد بشكل كبير، ولكن أتوقع أنه دخل في منطقة تشبع بالشراء قليلا. حاليا يتراوح مؤشر سي سي آي عند 123، ما زال فوق نقطة 100، ولكن ممكن احتمالية أنه أو حتى التوقعات على الأغلب أنه يكمل صعوده إلى الأعلى. في حال صعد إلى الأعلى نتوقع أنه يصل إلى المناطق هاي اللي أنتم شايفينها. طبعا هاي المناطق هي أعلى أسعار في السابق في تاريخ 10 أو نهاية شهر 10 2011. حاليا الزوج يتراوح عند أعلى أسعار من 14-11 تقريبا، أو 11-11 في من السنة الماضية. فبالتالي نتوقع ارتفاعه ليصل إلى هاي القمم اللي هي مناطق 161-65 أو حتى مناطق 161-10. فبشكل عام هاي المناطق تعتبر نقاط جيدة في حال فكرنا أنه نقوم بجني أرباح على الاسترلين أو حتى الدخول بمراكز بيع. طبعا في طريقة تانية ممكن ننظر عليها على الاسترليني، في حال فكرنا أنه نتوقع صعود شبيه بهي الصعود الذي حصل في السابق، أنه يحصل من هاي المنطقة ويكون ضمن هاي القناة. نلاحظ أنه تقع تقريبا عند المناطق العليا من المنطقة التي كنا نتكلم عنها، فبالتالي أيضا مناطق 61-60 مناطق قريبة، ويعني تبعد تقريبا 100 نقطة 110 نقاط من المناطق الحالية، وممكن أنه يصل إلها الزوج. طبعا إذا نظرنا على القناة الجانبية على أو خلينا نقول القمم للاسترليني مقابل الدولار من أعلى نقطة إلى أعلى نقطة، ومدينا خط بهذا الشكل، نلاحظ أنه الترند لاين تقريبا يقع عند 161-151. وإذا أخذنا بعين الاعتبار النقطة هاي اللي هي أعلى سعر من تاريخ أول شهر 4، نلاحظ أنه القناة تقع عند 161.06. فتقريبا منطقة 161 وال61.5 هي تعتبر نقاط جيدة لجني الأرباح. طبعا في حال كسر هاي المناطق مثل ما نلاحظه، في حال كسر هاي المناطق اللي هي أعلى أسعار من تاريخ شهر 10 أو 11 من سنة 2011، لا يوجد هناك نقاط أقرب من مناطق 65 أو حتى 66 أو حتى أيضا مناطق 67. فبالتالي نتوقع ارتفاع كبير بهذا الشكل في حال أكمل صعوده إلى الأعلى. ولكن طبعا خلونا هاي أهم نقاط، هذا طبعا على المدى الطويل أهم نقاط اللي هي النقاط الحالية الموجودة هون، خلونا نتابعها ونشوف ماذا سيحصل بها. قناة الاسترليني السعودية التي يتحرك بها على المدى الطويل تقع بهذا الشكل، ففي حال كسر هاي المناطق وأكمل صعوده إلى القناة، مع امتداد الوقت سيكون يصل إلى هاي المناطق اللي هي قريبة من مناطق 65 في حال كسر مناطق 61.5 وعمل إغلاقات ليوم مثلا فوق هاي المناطق. خلينا نشوف نتابع ماذا سيحصل ونراقب. بالنسبة على مدى القصير أو على مدى الساعة،
لاحظنا أنه الاسترليني يحاول الانخفاض تحت مناطق 160 10، ولكن لم يستطع حتى الآن. في حال انخفض نتوقع وصوله إلى مناطق 59.5 أو 59.70، اللي هي المنطقة هاي اللي هي أعلى أسعار ارتفع منها، وهي أيضا في حال عدنا إلى الخلف نلاحظ أنه هي تقريبا مناطق العليا للشموع لفترة بداية شهر 4 أو مثلا قبل تقريبا 7 أيام الأسبوع الماضي. فنقاط جيدة طبعا ستكون في حال فكرنا أمساك السوق. طبعا داخل القناة السعودية اللي انتم شايفينها على المدى الطويل، هناك أيضا قناة صغيرة بهذا الشكل على المدى القصير، على مدار الساعة ممكن نشوفها. القناة طبعا ابتدأت من مناطق 158.18 أدنى أسعاره، وحاليا يواصل ارتفاعه للأعلى. هناك تشبع بالشراء، ولكن ليس بالضرورة يعني أنه سيتوقف الزوج عن الصعود وسيكمل في هذه المنطقة. في حال انخفض تحت 160.10 وقتها ممكن يعطينا مؤشر أنه قد يكمل انخفاضه إلى أسفل، ولكن في حال بقي فوقها مازال الفرص واردة أنه قريبا نشوف مناطق 161.5. إذا نظرنا طبعا على أعلى أسعار للاسترليني على اليوم، نلاحظ أنه أعلى سعر مناطق 160.76 وأدنى سعر 160.13، فبالتالي 161.60 ليست بعيدة، هي عبارة عن 100 نقطة من المناطق الحالية. فخلونا نشوف ونتابع ماذا سيحصل بالنسبة للاسترليني. الدولار مقابل السويسري هو شبيه باليورو تقريبا، يتحرك تقريبا بنفس النمط او بنفس الشكل. لاحظنا البارحة انه كنا نتكلم عن حركة تصحيحية 50%، ولاحظنا انه ارتفع الزوج طبعا، يعني لو بنعمل زوم اكثر كنا نتكلم عن نقاط 91.90، ولكن لاحظنا انه ارتفع الى مناطق 92.07 اللي هي قبل بقليل من نقاط 92.20، النقاط الثانية التي كنا نتكلم عنها، ومن ثم انخفض مرة واحدة. مثل ما انتم ملاحظين كان يتداول لعدة فترات او لعدة شمعات خارج مؤشر البولنجر باند، ومن ثم انخفض بشكل سريع وعمل اغلاق داخل البولنجر باند، وكان مؤشر السي سي اي يتواجد تحت نقطة 100، فبالتالي اعطى مؤشر لانخفاض. حاليا نفس الشيء، حاليا يتداول خارج مؤشر البولنجر باند من الاسفل، وننتظر اغلاق في الخارج ومن ثم اغلاق في الداخل مع صعود مؤشر السي سي اي داخل نقطة الناقص 100 حتى يعطينا مؤشر للشراء. طبعا حاليا مثل ما انتم شايفين، في حال انه فكر الدولار مقابل السويسري انخفاض بنفس النسبة التي انخفض فيها البارحة وتبتدأ من هاي النقطة، يعني الانخفاض الذي حصل من 92.8 إلى 91.5 هو نفسه سيكون من 91.70، سيصل إلى مناطق 91.10 اللي هي أيضا مثل ما أنتم شايفين أدنى أسعار كان يصلها في فترات سابقة، وهي طبعا القمم العليا التي كسر منها وصعد إلى الأعلى. طبعا بعدها تقع نقطة 90.90 أهم نقطة، ولكن حاليا في حال فكرنا بالبيع، في حال صعد قليلا إلى الأعلى إلى مناطق 91.50 ممكن أن نقوم ببيعه مع أهداف عند 91.10، مع أوامر إيقاف تقع تقريبا فوق 91.75 اللي هي أعلى سعر أو أعلى سعر لليوم طبعا مثل ما أنتم شايفينه بالنقطة هاي والمناطق هاي. من الأعلى طبعا في حال عاود الصعود إلى الأعلى، النقطة التي كنا نتكلم عنها 91.70 هي نقطة مهمة، ومن ثم في حال صعد مرة أخرى، يعني لا يوجد نقاط قوية قبل نقاط 92.5، ولكن ممكن أنه معاودة محاولة كسر مثل ما انتم شايفين النقاط العليا 92.8 اللي هي اسعار على اسعار البارحة. فخلونا نشوف طبعا ونراقب ماذا سيحصل بها. نهاية خلونا نشوف العملة الرابعة لليوم اللي هي الدولار مقابل الين. طبعا على الشارت اليومي بنلاحظوا انه
الارتفاع الذي حصل والانخفاض الحركة التصحيحية التي كنا نتوقع وصولها إلى 50% عند منطقة 80-15 تقريبا، لاحظنا أنه توقف الزوج عند منطقة 30 أو 30-35، من ثم أكمل صعوده إلى الأعلى. يعني حاليا 3 أيام على التوالي بنلاحظ الصعود، فثلاث شمعات مثل ما أنتم شايفين بهذا الشكل إذا صمدت، وغدا كان هناك شمعة رابعة بيعطي مؤشر أنه ممكن أنه الين يكسر خط الاتجاه اللي أنتم شايفينه بهذا الشكل ويكمل صعوده إلى الأعلى. ولكن بشكل عام على المدى الطويل، أهم نقطة اللي أنتم شايفينها اللي هي النقاط التي كسر منها في السابق، اللي هي نقطة 81-80 أو 81-75 أو 81-90. يعني بشكل عام المنطقة هاي تعتبر نقطة جيدة لأنه تمسك السوق أو حتى للشراء في حال كسر. مثل ما أنتم شايفين النقطة تقع في المنطقة هاي، فطبعا خلونا نشوف الراقب ماذا سيحصل عند هاي النقطة، هل سيقوم بالكسر منطقة القناة أم لا، لا نعرف، خلونا نشوف. ولكن على المدى الأقصر إذا نظرنا تشارت على الساعة، نلاحظ طبعا من الأسفل كان يحاول عدة مرات الانخفاض تحت مناطق 81-19، انخفض تقريبا إلى 81-15. مثل ما أنتم ملاحظين المنطقة هاي هي نفسها أعلى أسعار للقمم التي انخفض منها في السابق في تاريخ 13/4، فبالتالي نتوقع أو كان من المفروض توقع صعود من هاي المناطق. البارحة كنا نتكلم عن نقطة 81-15 تقريبا أو 81-10 اللي هي تقريبا النقطة التي انخفض منها أقل بخمس نقاط، كانت فرصة جيدة للشراء. في حال كسر هذه المناطق نتوقع انخفاضه أكثر إلى الأسفل ليصل إلى 80-85 اللي هي أيضا أعلى سعر كان يصله في 16/4 الذي منه انخفض إلى الأسفل وأكمل هبوطه إلى أدنى سعر ومن ثم عاود ارتفاع إلى الأعلى. من فوق طبعا مثل ما أنتم ملاحظين أعلى سعر للبارحة هو 81-55، يحاول عليه الزوج عدة مرات، خلونا نشوف إذا سيقوم بكسره. في حال كسره نتوقع صعوده ليصل إلى مناطق 81-90 أو 81-80 التي هي طبعا أهم نقاط ننتظر كسرها أو حتى ننتظر إمساك بها حتى يعطينا مؤشر على المدى المتوسط، هل سيقوم بكسر القناة النزولية المنخفضة بهذا الشكل أو سيقوم بتشكيل قناة صعودية إلى الأعلى. خلونا طبعا نشوف ماذا سيحصل بالين، أي من النقاط سيكسر ومنتابع. طبعا هذا كانت نهاية التحليل اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا ونشكركم دائما للمتابعة.